تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. في الفقره الكوميديه الخاصه بسعفان ورضا عبد العال، تناول كوروش او كيروش بس يعني اخطائه وخطاياه في السياق كوميدي او في اطار كوميدي او في قالب كوميدي. كيروش طبعا خلى كل الناس تتكلم عليه وفقع مرارة كل البشر في مصر وحتى اللي خارج مصر وخارج الحدود، اتكلموا على كيروش واتكلموا ان هو راجل يعني زي ما بيقول رضا عبد العال هجاص والخ الخ الخ. ولكن مع رضا عبد العال اكتشفنا الخطة اللي بيلعب بيها كيروش في المباراة اللي فاتت وكمان في مباريات البطولة العربية اللي لعبنا فيها ومحالفناش الحظ ان احنا نوصل للنهائي ونقابل الجزائر. كيروش بيلعب بخطة فاطمة بتاعة الكشري، عايزين تعرفوا ايه حكاية فاطمة بتاعة الكشري والخطة اللي بيلعب بيها والشرط الجزائي وحاجات كتير قوي ممكن هتعرفها، ولكن بعد ما حضرتك هتبقى عامله بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف سعفان ورضا عبد العال وخطه فاطمه كشري، يلا بينا. العب بطريقه ايه يا سعفان؟ قول لي بقى بالله عليك. اقول لك انا الكشري بتاع فاطمه كشري. تعالى يا حاج عبد الغفور. ده بيلعب بطريقه بص حرق الدم، طريقه المراره، بيلعب بطريقه نفخ الوشوش. احنا ما شفناش اي طريقه. حلق حوش قصب بالله. انا بيلعب اه والله. لا بس هو النهارده كلامه كله اللي هو شكله اتعلم الدرس. لا اتشد هو اتشد. هو كده اتشد اتعلم الدرس. وفي فرق بقى ان في حد كشم له، في حد اداله الوش الخشن. احنا مصر كلها كانت اتكشمت له. ما هو بص هو كان ما كانش احنا بالنسبه له ما كناش في الاعتبار، لان هو بعد ما عمل الشرط الجزائي ده دايس علينا كلنا. بس بعد اللي حصل الماتش اللي فات ده وفي ناس كشمت له بجد وقلبت له ولبست له الوش الخشب، فبدا يعدل من التصريحات وبدا يجيبها في المترجم لو انت لاحظت. ايوه ابتدى يجيبها في وبدأ المبتدا. يجيبها بقى ان ايه اللعيبه ما نفذتش. جابوا ورا. طب نفذت ايه بقى؟ طب ليه؟ طب ما هو من الاول. ما هو من الاول يا عم كروش. يا عم كروش حرام عليك. اه والله حرام عليك يا عم كروش. احنا بنجري، احنا ماشيين بعلاج. اقف جنب على غلابه بس على غلابه وماشيين بعد. اجري معانا وقف معانا، مش عايزينك. ده هو حتى ايه بيفكر كمان دلوقتي اللي هيرجع كل لعيب في مركزه. الحمد لله يعني بيعترف بده خير. ما هي دي اللي هتخليك ان شاء الله تكسب بكره. كابتن ماتشين كمان قسما بالله، لو كان خلى صلاح مهاجم الماتش التالت صلاح رجع المولين. مولين ايه؟ ليفربول هيقول لك مش عايزين. كان من الماتش اللي فات وقال لك مش هنجدد. ده لو قعد ماتشين كمان وربنا هنلاقي صلاح رجع المولين تاني. ده يا ريت على المولين. ده بص هتلاقيه بقى يعني مع كل احترام طلائع الجيش ومش عارف ايه كله بيتخانق عليه. ايوه لا وبعدين هو كروش في تصريحات هيخرج ابو صلاح. لا ابو صلاح معانا. انت هتمشي من ليفربول هتروح ريال مدريد. عايز اقول لك على حاجه، ابو صلاح بكره بامر الله جول او جولين باذن الله. وافتكر باذن الله. وافتكر يا كابتن ان شاء الله. شوف بس لو لعب فين؟ في مكانه. انما لو ما لعبش في مكانه. لا لو ما لعبش في مكانه بقى ربنا يعينه بقى ابو صلاح. برضه حصل موقف طريف كده في مباراه المغرب في المؤتمر الصحفي، الجول بتاعهم ياسين بونو. فهو الراجل كان بيتكلم، الصحفيين بيسالوه، فالراجل بيتكلم بالعربي عادي وبتاع، فالصحفيين قالوا لا لازم تتكلم بالانجليزي او الفرنساوي. فقال لهم لا انا هتكلم بالعربي. وهو بيتكلم اللغتين بس. هو صمم اللي يتكلم بالعربي وقال لهم انتوا المفروض يبقى عندكم مترجم يترجم. والله ذكر. لا والله صح. عندك تعليق صح؟ طبعا. لا مش كل يوم. لا اقدر ان انا ما بتكلمش غير العربيه. مع ان احنا دوله عربيه. انتوا تجيبوا مترجم بقى، انتوا دي مشكلتكم. حتى دي ما فيش. حتى يا عم ايتو حرام عليك. ايتو طلع باين عليه. لا ما فيش خالص. ده ما فيش حتى 90 جنيه تاجر مترجم ربع ساعه. ده الكور كمان. ده الكور اللي هي بتنام دي اثناء لا 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 يعني. طب انت شايف التنظيم لحد دلوقتي ايه؟ على ما يفرج ولا علي العوض؟ على باب الله. على باب الله. انت وبختك. انت وبختك. بختك يا ابو بخيت. الفار بره شغال. او اكرم لما اتصاب قعدوا يلفوا بيه عشان يشوفوا الاشاعه. عشان يشوفوا اشاعه. طب والكلام دوت هي البطوله دي جت على سهوه؟ ما انت الحاجات دي لازم تكون اساسيات البطوله، الاجهزه دي كلها لازم تكون متواجده.
سواء بتاع نفخ الكور، سواء بتاع المترجم، سواء الاضاءه، سواء كل حاجه. الحاجات دي ما تعداكش. طبعا هم احنا كل يوم لينا كان فنجري بق باين هو شكلها كده. شكلها كده. بتاعتك ايه الماتش بكره باذن الله يا كابتن؟ قول لي نتيجه ماتش مصر يعني؟ مصر وغانيا. يعني اشوف بس التشكيل. اصل انت عارف هو هيلعب بنفس التشكيل عادي. هو ما ممكن يلعب بالتشكيل بس يغير الاماكن. لا مش هغير الاماكن. لو ما لا ده لو غير الاماكن هجيب له الفنان فنان العرب محمد عبده يسمعه الاماكن. والله الاماكن دي هي. لا ما احنا عايزين نسمعه له بكره في الاتوبيس وهو رايح الماتش. لا يعني الاماكن ايوه هي عشان الميكروباص مش واحنا عارفين بكره هنروح فين. احنا مش عارفين انتوا هيودينا فين. طبعا احنا صحينا النهارده على كارثه. ده غير الكارثه بتاعت امبارح. العقد بتاع المعلم كروش المدرب طلع المدرب يا كابتن رضا في شرط جزائي سنه ونص. يعني عشان نقول له بكره شكرا يا عم كروش نحضر له 42 مليون جنيه. ليه؟ هو انشيلوتي ولا ايه الدنيا؟ عشان انا مش فاهم وجبت اخري. قول لي بقى رايك في الموضوع ده يا كابتن رضا. بص يا صفان هقول لك بمنتهى الامانه. الراجل اللي عمله العادي ده لازم يدفع الفلوس دي. لازم يتقدم لانك انت دي فلوس مصر. والله العظيم ده ادار مال عال. انت جايبه 3 شهور ولا 4 شهور لغايه كاس العالم تعمل له شرط جزائي شهر ونص. والمصيبه ان انت كمان لما هو يمشي يديك شهرين. وبعدين ده اللي قال الخبر ده يا استاذ جمال علام. قال لك سنه ونص. طب ده حصل امتى؟ حصل امتى ده كده؟ مع ان كان ساعه البطوله العربيه كان بيقول لك ان هو لسه ما عملش عقد ولسه اما نشوف البطوله هناخدها ولا ما ناخدهاش. انا نفسي اعرف بس الناس دي اللي جايباه دي انتوا هدفكوا ايه؟ ده مش ادار مال عام لما تديله شرط جزائي من سنه ونص وهو لما يجي يحب يمشي يرمي لك شهرين. وهل هو يستحق؟ لا طبعا. لا ما هو خلاص احنا هو ضيعنا يا كابتن. انت شفت امبارح طالع في المؤتمر الصحفي بيضحك وبيقول لك اصل ضربه الجزاء والفار. ضربه الجزاء ايه؟ مفيش حكم. مفيش حكم قال لك ضربه جزاء. انت ما خدتش بالك ان هي اتحسبت اوفسايد والراجل شاطها من بره ال 18؟ ايوه. انما لو ضربه جزاء هيلعبها ضربه مرمى. هو بيضحك علينا وعمال ينيمونا وبتاع. بس انا هنا بقى ليا كلمه بسيطه بقى للاثنين الكباتن اللي هو كابتن حازم امام والكابتن محمد بركات. دلوقتي مع كل الاحترام طبعا لبقيه المجلس ما لعبش كوره زيكم ولا انتوا في المكان ده عشان ان انتوا نجوم كبار قوي. فالمفروض انتوا جايين معزومين ولا اصحاب الفرح؟ في مقوله بتقول لك شر البليه ما يضحك. يعني الانسان ممكن يضحك من كتر الكوارث والمصايب اللي نازله فوق دماغه. ف يعني الكلام اللي قالوه ده كلام واقعي مليون في الميه. كيروش فعلا يعني مدرب بلا هوية، جعل منتخبنا بلا هوية، بلا طعم، بلا أنياب، بلا شكل. محمد صلاح بيلعبه بدل ما هو يلعبه على الجناحين بيلعبه رأس حربة. نفس الكلام شريف بيلعبه جناح بدل ما يلعبه رأس حربة بيلعبه. يعني خالف تعرف يعني اللاعب اللي رأس حربة يوديه جناح. عارفين ايه يعني لما شفته فيه فكرني الموضوع ده كان في اعلان بتاع هالة فاخر وتقول الغساله باظت والواد ابنها اتزحلق فراحت ودته الدكتور فحط دماغه ايده مكان رجله فرجله هنا وايده تحت ويعني كيروش عمل كده بالظبط. حط ايد مكان مناخير مكان عين مكان ودن. لخبط يعني عارفين يا جماعه لما يبقى ودنك منين يا كحه وتروح لافف عشان تجيب ودنك. بالظبط عمل كده. بالاضافه كمان انه تناول يعني تنظيم كاس العالم كاس امم افريقيا والمستوى الهزيل في الخدمات. يعني اتو قال ان هو كان فاتح صدره وبيقول كلام ده مش عارفين ينفخوا الكور. مش هينفخوا الكور. والاتوبيس الاتوبيس بتاع الجزائر ما راحش. يعني دي حاجة ما قالوهاش في الفيديو بس دي معلومة احب اضيفها لحضراتكم. الاتوبيس ما راحش فراحوا بعتوا لهم 3 ميكروباصات علشان يوصل منتخب الجزائر للملعب. ده بالاضافة ان في يعني متمردين وفي مشاكل وفي يعني نزاعات في بلد ما. قالوا التوانسة والجزائريين لا خدوا بالكم من نفسكم. يعني امنوا نفسكم ما تطلعوش من الفندق ما تعملوش ما تروحوش ما تجوش ما تتدربوش عشان في مشاكل.
فعلا اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر فعلا. احنا نظمنا بطولة وبطولة، بطولة أمم أفريقيا وبطولة الشباب، ما حسيناش بأي مشكلة من أي نوع. نشكر ربنا إن احنا عايشين في أمن وأمان. في ناس بتتريق على غلاء الأسعار أو أنا معاكم، في ناس غلابة ومش لاقية تاكل، وفي ناس يعني واكلينها ولع زي ما بيقولوا، وفي ناس بتتاجر بقوت المصريين، ولكن الأمن والأمان ده شيء مهم جدا جدا جدا، وهم دول شايفين في البلاد في الكاميرون حصلان ايه فيهم، وان هم بيتشدقوا بالتنظيم الجيد لأمم أفريقيا لمصر وللدول. لو في دولة عربية زي قطر مثلا، او زي مثلا مصر، او زي تونس او الجزائر، في امن في البلاد دي، في امن وامان. بس مصر الحمد لله نشكر ربنا الامن والامان مستتب، نشكر ربنا على هذا الامن. فاللي انا عايز اقوله في نهاية الفيديو ان شر البلية ما يضحك، وفعلا يعني في شوية حاجات كده ليها ظواهر خلفية، اذا كان منتخب مصر والصورة الباهتة اللي ظهر بيها ممكن يعوض في الماتشات اللي جاية، هل كيروش هيعدل من خطته، هيعدل من نفسه، هيعدل من أدائه؟ ده اللي هنشوفه إن شاء الله في الماتشين القادمين. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الأهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو أول مرة تشوفني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معكم أخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.